مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، برحب بيكم في حلقة جديدة من النهار نيوز. اسمحوا لي أكون معكم في جولة إخبارية رياضية نتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية، ودائما البداية بأبرز العناوين. الأهلي يبدأ معسكرا الثلاثاء استعدادا للاتحاد، وإكرام يعود للفريق الجمعة. الأشعة تؤكد غياب باسم علي عن الأهلي لمدة شهر. الزمالك يتمسك بمعروف يوسف ويرفض عرض الفتح السعودي. انبي يرفض بيع مؤمن زكريا للزمالك مقابل 6 مليون جنيه. وأخيرا سبارتاك موسكو الروسي يدخل في سباق للتعاقد مع محمد صلاح. البداية دائما بالأخبار المحلية، وبداية الأخبار المحلية من النادي الأهلي. النادي الأهلي يبدأ معسكرا الثلاثاء استعدادا للاتحاد، وإكرام يعود للفريق الجمعة. يدخل الأهلي غدا الثلاثاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته في الخامسة مساء الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يختار بعدها المدير الفني قائمة اللاعبين المرشحين لخوض المباراة. وفي سياق متصل، يعود شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من ألمانيا الجمعة المقبل بعد انتهائه من أداء البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الطبيب الألماني شيفرهوف. ولسه مكملين أخبار النادي الأهلي، والإشاعة تؤكد غياب باسم علي عن الأهلي لمدة شهر. أثبتت الإشاعة التي أجراها باسم علي ظهير أيمن الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته لراحة سلبية لن تقل عن شهر كامل. وخرج ظهير الأهلي مصابا من مباراة وادي دجلة الأخيرة، ولم يستطع استكمال المباراة بسبب الآلام التي شعر بها، لينضم إلى كتيبة اللاعبين المصابين التي تضم كل من شريف إكرامي وعمرو جمال ومحمد ناجي جدو، بالإضافة للحارس أحمد عادل عبد المنعم. ولم يستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني جاريدو على اللاعب الذي سيخلف باسم علي في هذه الجبهة أمام الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل، فهناك مفاضلة بين شريف عبد الفضيل وشريف حازم للدفع بإحداهما خلال المواجهات المقبلة لحين عودة باسم علي. ومن أخبار النادي الأهلي لأخبار الزمالك، والزمالك يتمسك بمعروف يوسف ويرفض عرض الفتح السعودي. تمسك الجهاز الفني للزمالك باستمرار نيجيري معروف يوسف الذي تلقى عرضا للانضمام لصفوف الفتح السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لحاجة الفريق الأبيض لجهوده في الفترة المقبلة. وأبلغ مسؤولو الزمالك قرارهم برفع الاستغناء عن معروف يوسف لوكيل أعماله خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة القلعة البيضاء. وانبي يرفض بيع مؤمن زكريا للزمالك مقابل 6 مليون جنيه. أكد مسؤول نادي انبي رفضهم عرضا من نادي الزمالك لضم مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق البترولي المعار للقلعة البيضاء بصورة نهائية مقابل 6 مليون جنيه، تشمل قيمة المبلغ المتبقي من صفقة انتقال إسلام عوض من انبي للزمالك والمقدرة ب 3 مليون و750 ألف جنيه و2 مليون و250 ألف جنيه لضم مؤمن زكريا. وطلب نادي انبي مبلغ 5 ملايين جنيه لبيع مؤمن زكريا بخلاف باقي قيمة المبلغ المتبقي من صفقة إسلام عوض. ورد
رضا العزب يقترب من الانضمام للإسماعيلي في يناير. اقترب رضا العزب ظهير أيمن الزمالك من الانتقال للإسماعيلي على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتلقى العزب عرضين من أندية الإسماعيلي والمصري للانتقال لأحدهما في يناير المقبل. ورغم الاتفاق المبدئي بين إدارة الزمالك والمصري على إعارة اللاعب للفريق البورسعيدي، إلا أن رغبة اللاعب في تحديد وجهته المقبلة تقرب من الانضمام للإسماعيلي. فاصل ونرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العربية والإفريقية، تليها أخبارنا من الملاعب العالمية، ابقوا معنا.